تنزيل مضامنها تم تنظيم هذا اليوم العلمي تحت عنوان جريمة الاعتداء على الأشخاص وآلية حماية أمن المجتمع. في البداية أشكر اللجنة التنظيمية لاختيار هذا الموضوع لارتباطه الوثيق بالسلم والأمن المجتمعي. حضرات السادة والسيدات، إذا كانت الجريمة عبارة عن سلوك غير مشروع يحدث خللاً واضطراباً بالنظام العام ويمس بالمصالح العامة للدولة وبالمصالح الخاصة للأفراد، فإن تمظهراتها عرفت الكثير من التطور والتغيير نتيجة عدة عوامل من بينها على وجه الخصوص طابع التدوين الذي عرفته عن طريق ظهور الجريمة العابرة للقارات، وأيضاً ما ساهمت به الطفرة الإلكترونية والرقمنة في تسهيل حدوث الجرائم التقليدية، وأيضاً في ظهور جرائم جديدة لم يكن لها أي وجود في الماضي. وبصفة عامة تقسم الجرائم إلى جرائم ضد الأموال وجرائم ضد الأشخاص. ورغم أهمية النوع الأول لعلاقته بالحقوق والمصالح المالية، إلا أن النوع الثاني يبقى أهم من الناحية العملية لتعلقه بالحق في الحياة وبالحق في السلامة الجسدية، وهما قيمتين لا يمكن أن تقدر بأي مقابل مالي. ويلاحظ أن جرائم الاعتداء على الأشخاص أصبحت لا تقتصر على الأفعال غير المشروعة التقليدية كجرائم القتل العمد وجرائم القتل الخطأ وجرائم الاعتداء على السلامة الجسدية وباقي الجرائم الأخرى التي كانت مألوفة داخل منظومة القانون الجنائي، لكن أصبحت هناك جرائم أخرى جديدة موجهة ضد الأشخاص تمس الجانب المعنوي وليس الجانب البدني، وهي جرائم أصبحت موجودة بشكل كبير على المستوى الواقعي بسبب التأثيرات التي خلقها تطور الرقمنة وظهور المنصات الاجتماعية، ومن بينها جرائم مسك الحياة الخاصة. وربما هذا هو الذي جعل المشرع المغربي يتدخل من أجل تعديل وتتميم مقتضيات القانون الجنائي عن طريق القانون رقم 1303 المتعلق بالعنف ضد النساء، الذي نظم هذه الجرائم وحدد لها مجموعة من العقوبات السالمة للحرية والمالية، إضافة لما جاء في قوانين خاصة نظمت مثل الجرائم كقانون نظمت هذه الجرائم كقانون الصحافة والنشر. حضرات السيدات والسادة، رغم التطور الذي قد تعرفه ظاهرة الجريمة والمظاهر التي يمكن أن تصطبغ بها، فإن القضاء عليها أو على الأقل التخفيف منها يتطلب إيجاد عدة آليات فعالة من أجل مواجهة ظاهرة الجريمة ضد الأشخاص. وتبقى أهم آلية في هذا الإطار هي وجود نصوص تشريعية محيلة وفعالة ومنضبطة مع مبادئ الأمن القانوني تستطيع أن تقدم إجابات فورية وقوية للحد من الجريمة، لا سيما أن هذا المجال محكوم بمبدأ الشرعية الجنائية التي تقتضي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولذلك فإن السلطات الأمنية والقضائية لا يمكنها التدخل في هذا الإطار إلا إذا كان النص القانوني يسمح لها بذلك. ورغم أن المشرع المغربي قام بعدة تعديلات للمنظومة الجنائية المغربية، إلا أنه أصبح حالياً من المفروض أن يعرف القانون الجنائي المغربي تعديل شمولي عن طريق إصدار مدونة جديدة للقانون الجنائي حتى يستطيع أن يواكب التطورات التي يعرفها المجتمع عامة وظاهرة الجريمة على وجه الخصوص. إضافة إلى هذه الآلية القانونية، تبقى الآلية الأخرى التي لها اختصاص تنزيل مقتضيات القانونية وتطبيقها على مستوى الواقع، لا سيما على مستوى الأجهزة الأمنية والقضائية. وفي هذا الإطار لا بد من التنويه بالمجهودات المبذولة على مستوى الأمن والقضائي لمواجهة ظاهرة الجريمة، والتي جعلت عدد من الدول تشيد بهذه الآليات وتعتبرها رائدة في مجال مكافحة الجريمة والقبض على المجرمين، وبشكل أخص في الجرائم الكبرى المتعلقة بالإرهاب والاتجار في المخدرات وفي الجرائم المنظمة الأخرى. ولكن مع ذلك ينبغي بذل مجهودات أكبر للتسريع في وتيرة معالجة بعض القضايا التي قد لا تعتبر خطيرة جدا على النظام العام بقدر ما تهم أفرادا في سلامتهم الجسدية، ولا سيما إذا تعلق الأمر بالنساء والأحداث. ففي هذه القضايا يجب بذل مجهودات أكبر من أجل البحث عن المجرمين والبحث والتحقق معهم قصد الحد من آثار الفعل الجرمي على الأشخاص وأيضا على النظام العام. حضرات السيدات والسادة، إن أهمية التعامل بصارمة مع ظاهرة الجريمة واقتناء آثار المجرمين والبحث والتحقق
التحقق معه وفق الأسلوب الذي يحقق الغاية من مكافحة ظاهرة الجريمة، لا يجب أن ينسينا أهمية ضمانات المحاكمة العادلة التي أكدت عليها المقتضيات المسطرية الواردة في قانون المسطرة الجنائية. ولذلك فإن عملية البحث عن الجريمة وتتبع مقصر فيها يجب أن يوازي احترام الضمانات المتعلقة بالاعتقال والاستماع والتفتيش وكافة الضمانات الأخرى، سواء في مرحلة البحث التمريري والتلبسي أو في مرحلة التحقيق والحكم. وفي هذا الإطار فإن القضاء يجب أن يتعامل بصرامة مع جميع الاختلالات التي قد تشوب المسطرة أثناء البحث في الجرائم، وأن يرتب البطلان على جميع الإجراءات الباطلة وكل ما يترتب وينتج عنها. ولذلك حتى تنضبط الضابطة القضائية مع النصوص القانونية وما تفرضه من ضمانات وتؤسس المصادر الصادرة عنها على مشروعية قانونية سليمة. وفي هذا الإطار ينبغي التذكير بأهمية الدفاع والمحاماة في هذه المصادر والآليات التي تروي إلى مكافحة ظاهرة الجريمة، فالمحامي لا يحمي مختلف الجرائم ويحوم دون تطبيق القانون في مواجهته بقدر ما يراقب مدى تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة في المصادر التي تم إنجازها وبكيفية التعامل معها خلال المراحل القضائية اللاحقة. وبالتالي فلا يجب النظر إليه أنه آلية تصعب وتعقد التثبت من الجرائم ومعاقبة مرتكبيها بقدر ما هو ضمانة أساسية تراقب حسن تطبيق القانون وإلزام الآلية الأمنية والقضائية بتطبيق المبادئ والضمانات التي فرضها القانون. ولربما هذه الفلسفة هي التي جعلت مسودة مشروع القانون المسطرة الجنائية تسمح جزئيا للمحامين بالحضور والمؤازرة خلال مرحلة البحث التمهيدي في قضايا الأحداث وذوي الآلام. ولو أننا كنا نتمنى تعميمها على جميع المصادر التي يتابع فيها حتى الأشخاص المرشدة بالنظر لما يشكله وجود محامي من ضمان احترام القانون في هذه المرحلة الحساسة. ختاما، لا بد من التنويه بالمجهودات التي يتم القيام بها من طرف المسؤولين القضائيين على مستوى محكمة الاستئناف بأسفي والمحكمة الابتدائية بها، وعلى الأجواء والتعاون والتنسيق مع هيئة المحامين بأسفي نقيبا ومجلسا والسيدات والسادة المحامين المنتمين للهيئة، والتي تجعل القضاء والمحاماة في دائرة محكمة الاستئناف بأسفي بحق أسرة واحدة يسود بينها المودة والاحترام. كما لا بد أن أنوه بالشراكة التي تجمعنا أيضا مع الكلية متعددة التخصصات، ونتمنى أن تتطور هذه الشراكة من خلال عدة مبادرات أخرى ذات طبيعة علمية ومهنية وحقوقية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.